حول دور مصر في تثبيت الهدنة ينضم إلينا أستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني هدنة مدتها 4 أيام، اليوم هو الأخير في سياق وفي زمن هذه الهدنة. كيف تقيم الأيام الفائتة وكيف ترى مستقبل الفلسطينيين، مستقبل قطاع غزة بعد مرور هذه الهدنة؟ في البداية أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني الهدنة دي كانت نتاج لضغط مستمر من القيادة المصرية على كافة المستويات الدولية من أجل يعني إنقاذ أهالينا في قطاع غزة من حرب الإبادة اللي بتشنها القوات الإسرائيلية. يمكن كمان يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميا بيجري العديد من المكالمات والمحادثات مع قادة دول العالم كله من أجل تهدئة الأمور ومن أجل الوصول إلى حل سلمي ومن أجل إقامة دولة فلسطينية، وده حق مشروع لإخواتنا. يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقوم بأبشع الجرائم ضد النساء والأطفال في قطاع غزة، وده يعني انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان اللي دايما بنسمع الغرب بينادوا بيها، لكن في الحقيقة هم ما بينفذوهاش أبدا أبدا أبدا. لكن الدور المصري واضح، ويعني في ضغط مصري كبير على دول العالم التي هي منخرطة في هذا الصراع وفي هذا التصعيد على قطاع غزة، ومصر استطاعت أن مع قطر ومع الولايات المتحدة الأمريكية أن نصل إلى هذه الهدنة والتي مدتها 4 أيام، وهو اليوم الأخير الذي نحن بصدده اليوم. برأيك هل يمكن بضغط آخر تمديد هذه الهدنة، أو ربما نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، يعني وفقا للمعطيات ووفقا للحالة التي هي بشكل أو بآخر إيجابية يعني نوعا ما في الـ4 أيام؟ هل يمكن أن تتحمس إسرائيل لإعطاء هدنة أخرى، لإعطاء يعني أو إعلان وقف كامل لإطلاق النار وفقا لشروط أو معطيات معينة برأيك؟ خلينا يا فندم نقول أن من بداية الحرب الإسرائيلية والدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنوا مطالبتهم بوقف ثوري لإطلاق النار غير مشروط، بالإضافة إلى دخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة. مصر لن تتأخر لحظة عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية وإخواتنا في قطاع غزة. يمكن كمان من أول دقيقة احنا وصلنا فيه لهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، ومصر بتضغط إن الهدنة دي كمان المدة الطول، بل وتصل كمان إلى مرحلة الإيقاف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مباحثات السلام. طيب على ذكر الدعم أستاذ محمد، يعني أنتم كتحالف وطني للعمل الأهلي والتنموي، مقدار المساعدات التي تدفقت إلى القطاع وإلى من هم بحاجة إليها وشكل هذه المساعدات ونوعيتها، يعني ضعنا في تفاصيل السياق الإغاثي والإنساني لمساعداتكم لقطاع غزة ولأهله. منذ اللحظة الأولى أعلن التحالف الوطني وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اطلاق العديد من القوافل المحمله بالاف الاطنان من المواد الغذائيه والمواد الطبيه والاغاثيه لاخواتنا في قطاع غزه. يمكن التحالف الوطني هو اكثر جهه ارسلت العديد من السيارات المحمله بالاف الاطنان، يمكن اخر مرحله بنتكلم على 500 تريلا محمله باكثر من 8000 طن من المواد الغذائيه والمواد الطبيه، بالاضافه الى تنسيق مستمر لتوصيل هذه المساعدات الى اهالينا في قطاع غزه. العالم كله بيشهد ان مصر النهارده هي اكبر دوله داعمه لاهالينا في قطاع غزه باكثر من 75% من المساعدات الانسانيه. مصر هي اللي وفرتها لأهالينا في قطاع غزة،
وبنسعى للمزيد والمزيد والمزيد. إلى أي مدى فكرة توصيل المساعدات ودخولها إلى القطاع تيسرت بشكل ما بعد يعني إعلان الهدنة لمدة 4 أيام؟ يعني كنا في السابق نشهد إجراءات أمنية مشددة وتفتيش شديد لهذه المساعدات ولهذه الشاحنات عند دخولها من الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي، إلى أي مدى هذه الإجراءات تيسرت بشكل أو بآخر؟ يعني خلينا نقول ان في بعض في انفراجه الى حد ما. نعم. يعني يمكن الانفراجه دي وصلت في الهدنه ان احنا دخلنا اكتر من 7 سيارات نقل محمله بمواد بتروليه، زي ما حضرتك تابعتي والجميع يعلم ان انهيار المنظومه الصحيه في قطاع غزه بالكامل وتوقف عمل المستشفيات نتيجه لنقص الوقود والغاز، يمكن اكثر من 7 سيارات وصلت الى قطاع غزه محمله بمواد بتروليه من اجل رفع كفاءه المستشفيات وعوده تشغيلها بكفاءه كمان، عشان نقدر ان احنا النهارده المصابين واللي موجودين سواء من اطفال او من نساء او من شيوخ نقدر ان هو يتم علاجهم داخل قطاع غزه. نعم نعم. استاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، اشكرك جزيل الشكر.